يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنه معاق حيث إن فيه بترا في الرجل اليمنى ويلبس طرفا صناعيا فوق الركبة، يقول ولا أصلي قائما وإنما أصلي على كرسي، وإذا خلعت الطرف الصناعي في غير وقت الدوام أصلي جالسا على الأرض لأتمكن من السجود. سؤاله هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هو الصحيح في ذلك؟ إذا كان يحتاج إلى الطرف الصناعي فيلبسه يصلي على كرسي، أما إذا كان ما يحتاج إليه يصلي على الأرض، يجلس على الأرض ولا يجلس على الكرسي، لأنه ليس بحاجة إليه. نعم.